ساديش عاش محمد ساديش حتى هو تاخذ لي حقي وصيفط لك محمد ساديش وما تخليتيش عليا. الزاويه ديال جدودو الزاويه الغازيه القاسميه 1999 كان عنده نزاع مع واحد الجمعيه خداها قانونيين في المحكمه ودار فيها الذكرى ديال صاحب الجلاله الحسن الثاني رحمه الله الذكرى ديال 40 وانا حاضر فيها وهذه الصوره هذه كتشهد بانه هو جالس هنايا كان عيان وبإذن القيد ديال المقاطعه وبإذن ديال السيد الوالي ديال الرباط 1999 والناس ديال الاوقاف تعلمهم وكان واحد التكريم وكانت واحد الصداقه هنايا كانت بينا كلها هنا داخل في هذه الزاويه هذه. دابا السيد توفى 2014 تفاجئنا في هذا 2019 بواحد الجمعيه جات واحد اللجنه من المحكمه قالوا لمراتو تخرجوا تهزوا حوايجكم راه هذه الجمعيه غدخل ليها ما عرفناش علاش سدات العريفه سدات داك العون القضائي مشاو بحالاتهم. جا واحد السيد تيقولوا ليه امين نجار تيحل فيها جاو السكان ديال الزاويه اللي تمايا الجيل ديال الزاويه دقوا على الحاجه جات هنايا مرات عبد الرزاق الغازي قالت له اش كدير سيدي هنا قال لها غير صيفطوني باش نبدلهم القفل ديال الزاويه شكون اللي صيفطك؟ قال لها عبد الكريم بناني هذا عبد الكريم بناني واش هو غازي؟ وهذه الزاويه هذه راه ماليها في التفيلات مولاي علي الشريف الزاويه الغازيه وعندها الشجره ديالها وعندها الوريقات ديالها من جد لجد وهذا عبد الرزاق سيبي انا مات على 74 عام هذا غير حفيد حفيد ديال الزاويه عنده 74 سنه والمراه ديالو ما عرفت شيء وتكرسوا عليها هذه الجمعيه ودابا راه ريبوها كامله طيحوا لها السقوفه وكاينه مقبره هنايا في هذه الزاويه وفيها خمسه القبوره وهذه القبوره هادو راه كاين جدودو كاين والدي كاين خوتو مدفونين كاين مولاي المكي كاين سيد الغالي لاله مالكه هادو اللي قال لي انا عليهم كاين قبوره بزاف هنايا مدفونين ترجموا هاد القبوره هادو وطيحوا السقوفه ديال الزاويه ودابا ملي كتمشي السيده لعند الناس ديال السلطه تيقولوا ليها حنا ما عندنا ما نديروا راه السي عبد الكريم بناني هو مول هاد الشيء وهاد الجمعيه هادي ما كتجيش كل فين واحد السيد تيقولوا ليه امين نجار هاد امين نجار هو اللي تيحل هو اللي تيسد ملي قالت له السيده مرات المرحوم راه الحوايج تما والتصاور ديال سيدنا والشجره ديالها ما احترموش في الزاويه قال لي انا غير خدام انا غير تنعس فيها سيروا عند عبد الكريم بناني هذا عبد الكريم بناني حنا ما كنعرفوش ما عرفناش عند عبد الكريم بناني ما عرفناش اذا كان هو رئيس الجمعيه ديال هذه الجمعيه هذه يبان يجي عند هذه السيده يقول لها هذه الزاويه غادي نديروها مقر ديال الجمعيه إذا كان هذا الشيء هذا تا غادي الزاويه دار مقر الجمعيه راه ماشي معقول راه بلا الظلم هذه راه بلا الظلم هذه وهذه زاويه الغازيه القاسميه مولاي علي الشريف جدهم وراه كلشي في راسو راس المغرب كامل تيخبر بان هاد الناس ديال السلطه راه مكرفسين على هاد المراه هادي حيت ما عندهاش اللي غيدافع عليها انا بقى في الحال لان هاد الزاويه حضرت ليها في الذكرى ديال المرحوم الحسن الثاني الربعين ديالو 1999 حضرت فيها القبوره اللي تريبو جاب داكشي فيه لا موزيك كاين لا موزيك فوق القبوره والرخامات ديال السنيات راه كاينين في الحيط حيدوهم دابا راه حيدوهم وهاد الرخامه اللي حداكم ها هي راه حيدوها البارح الحد حيدوها ومن غوتنا معاهم ردوها ها هما ردوها هنايا قال لك ها هما ردوها باقا السيمه خضراء ها هي باقا السيمه خضراء ها هي باقا السيمه خضراء شنو المطالب ديالكم؟ تيخدموا السبت والحد هادشي راه تحيد الحد والسبت ماشي الاثنين والثلاث الحد والدريه بالحد والسبت دابا شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديال الزاويه هذه ترجع لماليها ترجع لماليها ماشي مقر ديال الجمعيه لا بغى مقر يكري مقر يكري دار ويدير مقر هذه الزاويه سيدنا الله ينصرو تيقول الزوايا والضواريح تحلوا الشباب وهاد الناس اللي بغا يديروا مقر مقر عند مقر ديال الجمعيه باش هما يستافدوا هما راه حرام هاد الشيء هذا راه حرام هاد الشيء هذا راه حرام 21 سنة فهاد الزاوية أنا حضرت فيها أنا الشيء حضرت فيها بأن هاد الزاوية صلى الله عليه وسلم عندها سلالة ديال رسول الله عليه وسلم مولاي علي الشريف وهاد الزاوية ديالهم وهاد الغازيين كلهم في راسهم وكلهم تيقلوا الخبر
الله يخليكم استاذ. اذا كان شي حاجه وعاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الاسره العلويه عاش الملك الملك عنده كيف كيف سيدنا ما غايلو حناش سيدنا ما غايلو حناش الله ينصرك يا سيدنا احنا بغيناك صحيحه سيدنا خذ حقنا يا سيدنا.